خلينا نروح لانجلترا، خليني اقول لكم بس بدايه انه اطمنكم يعني على نجم طبعا الارسنال ونجم منتخب مصر محمد النني، اللي النهارده وحسب تصريحات مسؤولي الارسنال اجرى عمليه جراحيه الحمد لله ناجحه، ولكن طبعا هتستدعي غيابه لفتره طويله. ضيفي النهارده في السادسه هو براين ماجدرموت، وهو واحد طبعا من نجوم الارسنال السابقين وكان مدير فني ايضا سابق لفريق ليدز يونايتد، وبالمناسبه هو كان مسؤول عن اكتشاف اللاعبين او عن كشافين في فريق ارسنال في الفتره اعتقد من 2014 لغايه 2020، وكان صاحب فضل كبير جدا في متابعه واكتشاف وتقديم النني من بازل السويسري للارسنال الانجليزي طبعا في بدايات مشوار النني في انجلترا. هو ضيفنا في السادسه، نرحب بيه بدايه، نقول له اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وكل الشكر ليك طبعا على مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. نعم شكرا جزيلا، انا اتطلع للحديث معكم. يعني بدايه عشاق الارسنال في مصر وجماهير المدفعجيه بيشكروا الحقيقه الارسنال على موسم اكتر من رائع، موسم استثنائي، موسم بيفكرنا بالارسنال البطل. السنه دي ارسنال مع ارتيتا بيقدم وجه مختلف وناجح حتى اللحظه، فلازم اقول لك مبروك. نعم حتى الآن هو موسم استثنائي. أرتيتا وفريقه قد قاموا بعمل استثنائي وعمل رائع، تجاوزوا العديد من المباريات الصعبة، لديه فريق قوي، لديه فريق ناجح، ويجب عليها أن يقاتل كما قاتل أرسنال من قبل. دعنا نرى ماذا سيحدث هذا الموسم، كان أمرا رائعا ما نراه من أرسنال هذا الموسم، يقدمون كرة قدم رائعة، كرة قدم نموذجية على مستوى اللاعبين والمدير الفني. من وجهة نظرك الشخصية كبراين ماجدرموت واحد من نجوم الأرسنال، هل بتشوف أنه أرتيتا مع فريقه قادر على الحفاظ على فرصه والتتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي؟ أعتقد أن الأمر صعبا ولكنه من الممكن أن يحدث ذلك. المباراة ضد مانشستر سيتي ستكون مهمة وصعبة للغاية، ولكن كلما لعب الفريق بشكل أفضل لدينا مهارات، لدينا العديد من المهارات على المستوى الهجومي القادرين على إحراز الأهداف، وكذلك مانشستر سيتي، فأعتقد أن الأمر متاح للفريق أرسنال إذا استطاع أن يفوز على مانشستر سيتي في المباراة القادمة. إزاي بتشوف الميركاتو الشتوي اللي قامت بيه إدارة الأرسنال، وما زال الحديث عن جورجينيو طبعا نجم إيطاليا ونجم تشيلسي ما زال قائم، تقييمك للميركاتو وحجم وتأثير الصفقات فيما هو قادم من مواعيد بقى؟ بالنسبة لصفقات الشتاء أعتقد أن صفقة تروسارد كانت مهمة جدا، أنا أعرفه جيدا منذ أن كنت كشافا في فريق الأرسنال، أردت أن أحضره للأرسنال من 4 سنوات وتطلعت لهذه الخطوة، فأعتقد أني أعرف تروسارد جيدا وأعتقد أنها صفقة مهمة للفريق. وبالنسبة لجورجينيو هو بطل، هو اعتاد دائما على اللعب في فرق البطولة، ستكون صفقة مهمة، وأعتقد أن صفقات الشتاء جيدة إلى حد ما بالنسبة لأرسنال. طيب خليني أسألك في نقطة الكشاف أو يعني استكشاف المواهب، وأنا عارف يمكن كنت بقول في المقدمة إن كان ليك دور كبير جدا في انتقال النني للأرسنال، إزاي بتتم عملية المتابعة للمواهب دي وأنا عارف إنه مدرسة الأرسنال بتعتمد على اكتشاف المواهب في سن صغير، ما بتراهنش بشكل كبير جدا على شراء النجوم بمبالغ فلكية، إيه هي المعايير اللي بتدور عليها في أي لاعب بتكتشفه، وإيه هي آلية المتابعة؟ هل بتتابعه عن طريق الفيديوهات؟ هل بتتابعه عن طريق المتابعة المباشرة في الملاعب؟ وإيه هي فترة المتابعة الكافية للحكم أو تقييم أي موهبة تنضم للأرسنال من عدم؟ في البداية أنني لاعب رائع، أنا تابعته منذ أن كان في بازل حتى انتقل إلى أرسنال، أنا أحب أنني كثيرا، هو لاعب رائع ومناسب جدا للأرسنال، يستطيع أن يلعب في أكثر من مركز في منتصف الملعب. أرسنال لديهم كشافين كثيرين في كل أنحاء البلاد،
أعتقد أن الخطوة ناجحة. يوجد أكثر من خطوة بالنسبة للكشافين في أرسنال كما ذكرت، وأعتقد أن أرسنال من أنجح الفرق على مستوى العالم في هذه المرحلة. إزاي بيتم متابعة اللاعب ده؟ يعني هل بتتابعوا متابعة مباشرة؟ هل بيتم إرسال ناس لمتابعته في المباريات؟ هل بتكتفوا بأنه تشوفوا مثلا بعض الفيديوهات اللي بيتم إرسالها ليكم؟ وإيه هي الفترة الكافية للحكم أو لتقييم موهبة أو يعني جاهزية أي لاعب كرة؟ أحيانا يكون الأمر، أعتقد أحيانا أن يكون الأمر نعطي أنفسنا حوالي من 30 ل 40 مباراة نتابع اللاعب، ربما أقل من ذلك، ولكن نتابع اللاعب جيدا ونرى إذا كان مناسبا للفريق كما حدث مع جورجينيو. الأمر ليس عبثيا وإنما نتابع اللاعب جيدا، وإذا لم يكن أسلوب اللعب الخاص باللاعب مناسب للفريق، ربما نشاهد بعض الفيديوهات الإضافية لنتأكد من هذا. بيقال أن الأندية الكبيرة في إنجلترا زي الأرسنال واليونايتد وتشيلسي والسيتي بتفضل دايما أنها تجيب اللاعبين اللي بيلعبوا في أوروبا حتى لو كانوا من آسيا أو من أفريقيا، ما بتفضلش التعامل مع الأسواق بتاعتهم بشكل مباشر، رغبة منهم في أنهم يتأكدوا أنه عنده القدرة على التكيف والتعامل مع أي منظومة احترافية. هل ده صحيح؟ وهل ممكن انت ككشاف او احد الكشافين في الكره الانجليزيه يشتغل على مثلا السوق في افريقيا او السوق في مصر بشكل مباشر ولا لا؟ لا لا، اي دوله نذهب الى لاي سوق ونتعامل معه، نتعامل مع جميع الاسواق في العالم. الأرسنال لديهم كشافين في برازيل وأرجنتين وفي آسيا، وبالطبع لقد قمنا بعملية كشفية خاصة بالنني من قبل وهو كان لاعبا مصريا. أعتقد أن لدينا كشافين في كل أنحاء العالم. هذه عملية عالمية بالنسبة للأرسنال، ننظر للاعبين حول العالم إذا كان مناسبا للعب في أرسنال أو لا. بمناسبة الكلام عن نني، يهمني أطمن منك عن حالته. تصريحات في مسؤولين النهاردة في الأرسنال بتقول أنه العملية الجراحية اللي تم إجراءها نجحت بشكل كبير، ولكن من المتوقع أنه يبتعد لفترة طويلة، فإذا كان عندك أي تفاصيل نطمن منها منك على طبعا النجم المصري محمد النني يا ريت نعرفها. لا، حتى الآن ليس لدي العديد المزيد من التفاصيل، فقط الأخبار المتداولة خاصة بالنني. من الواضح أن النني خسارة كبيرة لأرسنال غيابه طوال هذه المدة حتى نهاية الموسم. أعتقد أن هذا من سوء الحظ بالنسبة للفريق واللاعب. سؤال تاني مرتبط ببقاء النني في الأرسنال من عدمه، لأنه في أكثر من موسم سابق كان دايما قبل بداية الموسم يتردد كلام على أنه النني سيرحل أو أنه النني تلقى عروض وأنه إدارة الأرسنال بتفكر في الاستغناء عنه. هل بتشوف أنه ده ممكن يكون الموسم الأخير، ولا من الوارد في حالة تتويج الأرسنال أنه يمتد أو تمتد العلاقة بين النني والأرسنال؟ الأمر قد قيل في العديد من السنوات هذا الأمر. أعتقد أن هذا صعبا، أعتقد أنه طالما كان قادرا أن يؤدي في الملعب ويقوم بمهامه وقادر على التعامل والاندماج مع فريقه، وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لأنني، لأنه على المستوى الشخصي رائع جدا، على المستوى الإنساني وعلى المستوى الشخصي، فأعتقد أنه سيستمر مع أرسنال. تجربة النني في أرسنال وتجربة محمد صلاح في ليفربول، ليه ما شجعتش عدد من الأندية الإنجليزية على اكتشاف مزيد من المواهب في الكرة المصرية، علما بأن الكرة في مصر على مستوى الألقاب أندية كانت أو منتخبات متقدمة بشكل كبير جدا، منتخب أول، منتخب الشباب، الأندية المصرية، وخصوصا طبعا الأهلي المصري اللي أنت بتشرفنا على شاشته، دايما دايما هم أصحاب منصات التتويج رقم واحد في القارة الأفريقية. لا، في الحقيقة لا أعرف لما الأندية الإنجليزية ليست متشجعة لهذا الأمر. لديكم لاعبون رائعون في مصر،
وجيدون كفاية ليشاركوا في الدوري الإنجليزي والأندية الإنجليزية. لديكم لاعبون من المستوى العالي جدا. لا أعرف السبب الرئيسي وراء هذا. أعتقد أن أرسنال كان لديه خطوات في هذا الأمر في كشف العديد من المواهب المصرية. أعتقد أن الأرسنال على سبيل المثال إذا وجد أن هناك لاعبا مناسبا للعب في النادي فلن يتأخر. سريعا وسؤالي الأخير، هل بتشوف أن أرتيتا هو الوريث الشرعي لأرسن فينجر؟ وهل تتوقع أنه قادر على تحقيق مشوار ناجح زي ما حصل للأرسنال مع أرسن فينجر في السابق ولا لا؟ أتمنى ذلك، أتمنى ذلك. بالنسبة لأرتيتا أدى مهمة رائعة في آخر ثلاث سنوات مع أرسنال. أعتقد أنه يجب عليه، أتمنى ذلك، أن يتوج بدور الأبطال ويتوج بالدوري الإنجليزي. سيكون أمرا رائعا بالفعل. براين ماجدر موتنيك طبعا الأرسنال الإنجليزي والمدير الفني السابق لليدز يونايتد، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التهاني لأرتيتا وكل عشاق الأرسنال على موسم أكثر من رائع وكرة محترمة جدا بيقدمها الأرسنال في الدوري الإنجليزي.